السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا لاباس، تكون احوالكم كلها بخير وعلى خير. كي دايرين مع هاد البرد؟ اش اخباركم؟ اموركم مزيانه؟ فيديو ديال اليوم فيه بزاف ديال الحوايج. قبل ما ندوزو ليه كنبغي نرحب بالناس الجداد اللي جاوا للقناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، والناس القدام كنقول لكم داركم، وكنفرح بزاف بالكومونتير اللي كيقول لي بنت خنفره وشرفتينا. الشرف ليا انا والله القاسم، شكرا شكرا لكم بزاف بزاف من القلب البنات. الفيديو ديال اليوم فيه بزاف د الحوايج، من ضمنهم جلابه اللي انا لابسه، وحتى هذه البنات اللي سولتوني عليها بزاف بزاف في الفيديو اللي فات. هانتوما كتشوفوا حتى هذه في الفيديو اللي فات، قلتوا لي فين خيطتيها وفين هذه وفين هذه. البنات هاد الجلالب هادو من تصميمي انا، ومادام نهضر لكم على مشروعي بالنسبه للبنات اللي زعما الا بغيتوا تقضاو من عندي ولا شي حاجه، مرحبا والف مرحبا. غادي نهضروا على التحدي اللي دايره انا وساره الابراهيمي، اللي دايرين واحد التحدي زوين 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 بالنسبه للبنات اللي يقول لهم ما كنقدروش نجمعوا الفلوس، ما كيبغوش يتجمعوا لينا. الا بغيتوا تشاركوا معنا مرحبا، غادي نشرح لكم حتى هو. وغادي نهضروا حتى على بزاف ديال الناس كيقول لك حنا انا راجلي كيعطيني المصروف ولكن ما تنعرفش منين، كيفاش ندير نوفر، كيفاش ندير نشري الدار، كيفاش ندير نشري الطوموبيل، كيفاش ما تنعرفش. اللي بغي نقول لكم انا كنامن بواحد المثله ديال ان الا بغيتي المراه تشرف عطيها تصرف. والله البنات حيتاش ملي كتشدي المصروف كتبقاي غير مزيره ومكرزه وحاضيه جنابك، ما كديري حتى شي حاجه، وفي الاخير كتلقاي راسك انا كي ما وفرتيش. ولا وفرتي غتوفري واحد 100 درهم ولا 200 درهم، وخصوصا الا كان المصروف على قد الحال. بما ان المصروف على قد الحال يعني اصلا ما عندكش الدار ولا الطوموبيل، حيتاش داك الشيء يكون هذاك هو الهدف من انك تشدي المصروف يعني وتتقاتلي. ماشي عيب اننا نتقاتلوا، كلنا كنتقاتلوا مع المصروف وكلنا كنتزيروا مع المصروف، وانما اللي بغي نقول لكم من خلال التجربه ديالي، الا بغيتي ديري عندك احلام، بغيتي ديري اهداف وحده اخرى، ضروري ضروري ومؤكد ان يكون عندك واحد الدخل واحد اخر. يعني ما تعتمديش غير على المصروف ديال راجلك، نبقى انا جالسه نطيب ونجفف ونتسنى راجلي في الاخر الشهر يعطيني هذاك المصروف باش انني انا نشوف شنو غادي ندير. الا وفرتي 100 درهم ولا 200 درهم تقدري تشري بها بيجامه، تقدري تزيديها شهر على واحد اخر تصوبي بها جلابه زوينه، تقدري تبدلي الطلام ديال السيجور، ولكن ما غاديش يكون عندك افاق. تيقيني والله ما غادي يكون عندك افاق، وما غتقدريش ديري شي حوايج اللي هما بعاد، في حين انك غتبقاي عايشه معذبه. انا في هاد الحاله هذه كنفضل ان السيده مثلا اللي كتوفر واحد 200 درهم من الاحسن تخسرها على راسها. والله البنات نجيكم من الاخر، انا منظوري الاقتصاد غير هو ان مثلا عندي كنوفر واحد 4000 ريال ولا 200 درهم ما فيها باش نشيط واحد 50 درهم نوفرها ننساها، ولكن 150 هاد الزمان وهاد الوقت كذب عليكم كذاب اللي يقول لك لا نوضي واقتصدي وجمعيها كامله اختي نوفر 50 درهم ولكن 150 درهم نترفع على راسك. حيتاش كتكوني معروضه، كتحشمينا ما كنتش لابسك زوينه، كتلاقاي مع الناس كتحشمينا، كانت دايره شي شال مبهدل ولا شي بيجامه مبهدله ولا، وهاد الزمان بغى انك تهلاي في بشرتك، بغى ان الوقت هكا بغات، ما عندنا ما نديرو. دونك انا بالنسبه لي انا غنشارك معكم التجربه ديالي، بالنسبه لي هو احسن حل هو انك حاولي تخدمي شي خدمات من دارك، وانا ما غاديش نتطفل على شي خدمات وحدين اخرين اللي انا ما تنعرف ليهمش. انا غادي نشارك معكم شنو كندير انا. بالنسبه لي انا حنا حاليا كنت شحال هذيك تبات ديال جلال وحبستهم وعاود رجعت ليهم. علاش؟ لان هذا الشيء كيعمر لك وقتك، كيدخل لك مصاريف، كتنفتحي على افاق وحده اخرى، كتكبري مشروعك، علاش لا. وحاجة واحدة اخرى هي اليوتيوب، انا كما كتعرفوا دايره يوتيوب. يوتيوب البنات راه فيه مدخول، ولكن راه ما يمكنش، مستحيل انك تخلصي من النهار الاول، لان انا عندي صحباتي بزاف والله البنات الى عامين، كاين عندي صحباتي بزاف الى عامين هادي مازال ما عمرهم تخلصوا. وحاجه واحده اخرى واللي انا كتعجبني بزاف بزاف هي اوريفلام. اوريفلام البنات تقولي لا غنربحوا 10 دراهم ولا غنربحوا 20 درهم ولا لا، البنات كاين واحد المدخول اللي ما تيهضروش عليه البنات ديال اوريفلام، اللي كتشري من عندهم تيلكحول وجيل دوش وهادي وهادي وهادي، ما تيقولولكش عليه، ما تيقولكش راه كاين واحد الصالير اللي كيتجمع شهر على شهر اللي حتى كيولي عندك صالير، ما كيقولكش ان هما ملي كتاخذي من عندهم داك البرودويات اولا واحد لا كوموند وكيمشيو هما يكومونديو راه كيكومونديوها فابور. علاش؟ لان تجمعوا لهم واحد لي بوين اللي كيوليو يحولوا انهم يقدروا ياخذوا السلعه فابور، لان تجمع لهم واحد الصالير ديال النقاط. واش فهمتوني كيفاش؟ راه البنات خداو طوموبيلات، خداو سفريات، خداو ماكينات ديال التصبين، خداو فرار، خداو اثاث ديال الدار غير من اوريفلام زائد ماندات شهريه. ولا غنبغي نقول لكم هو ان صاحبتي ساره الابراهيمي كنقول لها شابو وكنقول لها كاباب. كيما لاحظتوا انا مؤخرا ما بقيتش كنخدم في اوريفلام، حتى يوتيوب حبست منه. الا لاحظتوا مره مره كنت كنلوح لكم شي فيديو هكا مخربق، ولكن هي تبارك الله عليها كملات وربحات بزاف ديال الحوايج، ما غاديش نحرق باش ما تبلوكينيش. برافو عليها كاباب، والله الا ديك السيده لا كاباب، ربحات بزاف ديال الحوايج غير من اوريفلام. بغيتكم كاملين اي وحده جالسه في دارها وشاده تليفونها وعندها الويفي في الدار، انا غادي نخلي لكم الرقم، دخلوا عندي نشرحوا لكم نفهموا لكم، تسجلوا ما غتخسروا حتى شي حاجه، غير بلا كارت ناسيونال تقدري تسجلي ما قدرتيش انك تبيعي، تقدري تجمعي غير لي بوين، ما قدرت كاينين بزاف
بزاف ديال الحلول للبنات بزاف 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 اللي غادي تخرجوا منهم رابحين. السيده اللي كنعرف انا اللي اش نقول لكم الا تذكرت غادي نخلي لكم التصويره ديال السكرين اللي سكرينات ليا البارح ديال الصالير ديالها فين وصلت. تبارك الله راه بزاف ديال الحوايج اللي هما مفيدين وغادي يفيدوكم، وهذه هي الطريقه الوحيده انك باش انك تزيدي لقدام ولا عندك مدخول شهري وتولي تبدلي حياتك. اما الا بقيتي جالسه كتعولي على 4000 ريال ديال راجلك راه مستحيل ما غاتزيديش حتى لقدام. راه بهذا الوسواس اللي ولا عندنا ديال الاقتصاد وديال الظروف، شوفوا شنو وقع مؤخرا بكورونا وهذه يعني ولينا كنبغيو نقولوا اي فلوس خصنا نجمعوهم وخصنا، ما غتولي جامعه ما غتولي عايشه ما غتشري دار ما غتشري طوموبيل. الحل البنات الحل هو تخدمي على راسك. ماشي ما كنقلوش من قيمه الرجال وان الرجالات زعما ما صارفينش علينا ولا لا الله يخليهم حتى فوق راسنا، وانما ملي كديري شي حاجه كتولي انسانه منتجه ماشي غير جالسه بحال ماكينه ديال الماكله وجالسه كتسرطي وصافي. انا اللي كنقول لكم هو ان اوريفلام من النهار الاول ديالك كتولي رابحه، من الخطوه ديالك الاولى كتكوني رابحه، ما عمرك ما كتكوني خاسره. اقل حاجه شي بالموس ما بغيتيش انت تخدمي وبغيتي تدخلي الناس وبغيتي شي حاجه كتاخدي لي برودوي بواحد الثمن. اش نقول لكم راه ملي كيبيعوا لكم لي برودوي راه كيضحكوا عليكم، كيبيعوهم لكم بواحد الثمن اللي هو غالي، في حين انك ممكن تاخديهم بثمن رخيص البنات، رخيص بزاف 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 بزاف. وكنتمنى كما قلت لكم ان كل وحده عندها تليفون عندها غنخلي لكم الرقم ديالي هنايا، دخلوا مرحبا بكم تواصلوا نشرحوا لكم. اللي ما فهم اللي ما عرفتش انا ما نعرفش نشرح لكم لي ديتاي بزاف نشرح لكم السيده. المهم هو انكم نوضوا زعما غادي تلقاوني في الجروب حاضره نهضره معكم، اللي بغيتوها تلقاو المرتب كل شيء غنهضروا مجموعين ان شاء الله وغنزيدوا القدام وان شاء الله غادي نبقاو كاملين حتى اقل وحده فينا ان شاء الله الرحمن الرحيم يولي عندها صالير وتقول قالت حسنا. هذا هو الحل البنات. اما واحد الرساله واحده اخرى ديال البنات اللي كيبغاو غير يوفروا ما كيشريو حتى شي حاجه، كتلقى امراه في عمرها 50 عام مثلا ومازالها كتجمع وكتقاتل ودير في القرعات وتقاتل هذه باش دير الدار، خصها غير عيشي حياتك غير عيشي حياتك وتبرعي وتمتعي ورحم الله. ما كنقولش انا لا تموتي وتعتبري راسك انك مثلا صافي الدنيا سالت، لا عيش لي دنياك كانك تعيش ابدا، ولكن ما يبقاش بنادم يكون عندك الطموح البعيد نبرع راسي داك الساعه الا الا قلت كما قلت لكم الا الا عندي واحد المدخول، عندي واحد المدخول ونطمح ندير حوايج وحدين اخرى، ولكن الا ما عنديش مدخول راه ما يمكنش الفلوس ما يطيحوا عليك من السماء ولا غتحطي 200 درهم غتولد ما غاديش تولد. يعني خدموا على راسكم البنات، حاولوا تدخلوا صريف، حاولوا تحركوا النعوره كما كنقولوا. دابا البنات اللي غادي ندوزوا للصديقه اللي دايره تحدي انا وساره، هذا الفيديو هذا راني درتو لكم جوج مرات في القناه، درتو في بحر حليت القناه ودرتو المهم نقولوا دابا في اواخر ديال 2020. وشنو قلت لكم فيه؟ هذه صديقه كنشريها، هذه البنات راه عامره بالوراق، ولكن ماشي زعما منين بديتها في 2000 في الجمعه الاولانيه ديال 2021، وكنت كنحط فواحد البواطه ومن بعد رديتهم لهنايا. انا غنشرح لكم البنات التحدي اللي دايره انا وساره، دايرين هاد الصنيديقه هادي غنفهم لكم. عندنا العام او السنه فيها 52 اسبوع، كل اسبوع كنحطوا فيه واحد القدر ديال الفلوس، ما بقيتش انا كنحط بالنهار، كنحط بالسيمانه، يعني السيمانه الاولى شحال فيها؟ فيها 7 ايام اللي هي كل نهار بدرهم، يعني 7 ديال الدراهم. هكا باش كتبقاو مثلا نديرو واحد النهار محدد بحال دابا الجمعه او الاثنين او الثلاث، وركزوا معايا. السيمانه الاولى غتحطي 7 دراهم، السيمانه الثانيه غنحطو 7 دراهم ولكن غنزيدو عليها 7 دراهم وحده اخرى هي 14 درهم، السيمانه الثالثه غنحطو 21 درهم، والسيمانه الرابعه غنحطو 28 درهم، وهكذا كل نهار 53 درهم وهي غاديه. يعني كل نهار كل سيمانه كتزيدي كتحطي داك القدر اللي حطيتي الفاي زائد 7 درهم، ديما كتزيدي 7 درهم على داك المجموع اللي حطيتي. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه، غادي نخلي لكم الفيديو اللي كنت شرحت فيه التحدي هذا. زوين انك ديريه مع شي واحد اخر باش كتبقاو معاندين باش انك يقول لك انك تمشي تحليها. واللي زوين انا وساره شنو كندير مثلا نعطيكم دابا حنا كنبسط لكم، حطيتي 7 دراهم وهي حطت 7 درهم، انا مثلا بغيت نغلب ساره غنحط 10 دراهم كنزيد واحد 3 دراهمات ولا غير هكاك باش انا زعما تكسر. بالنسبه للفلوس البنات شنو كندير؟ كنحط في واحد البزيطين مثلا بحال دابا في الاول حطيت 7 درهم حطيت 14 درهم حطيت 21 درهم، من بعد كنجمع دوك الصرف كنجمعهم ورقه وكنديرهم هنا. ما بغيتش نخلط الوراق مع الصرف لان واحد المره بحال صداو ليا شي شويه دوك الوراق وحتى الصرف بقيتهم تبدل ليهم اللون ديالهم. بالنسبه اللي غادي يقولوا لي في الاسبوع 52 غتحطي 52 درهم، ويا اختي غير وصلي للاسبوع 52 وما تحطيش، وحتى الا حطيتي شنو فيها غتزيري راسك واحد الشهر و 52 درهم ما فيها حتى شي حاجه، 52 درهم للاسبوع ما بحال قلت زعما ماشي شي حاجه اللي غاليه بزاف، غادي تحطيها وغادي ديري
ملي غدا تحطيهم زير راسك ديك السيمانه ولا داك الشهر انت كاع ما انت كامله حطيها داك النهار داك الشهر ديال ان ما تشريش شي حاجه كاع من الكماليات ولا وفي الاخر غتلقاي 10000 درهم ديالك ما قديتيش ديريها غير نص الشهر شنو ما قديتي ديريها واحد القدر حتى توصلي لواحد الغرض واحد الهدف اللي عندك بغيتي تبدلي الدريه بغيتي تبدلي الطلاند بغيتي تبدلي الريدو ما عرفتش شنو الاهداف ديالك. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه وتجربوها وما غاديش تندموا عليها لان واحد التحدي شريف وشي حاجه اللي زوينه ولا قدرتوا ديروا اكثر ديروا اكثر. المهم انا هذه درناها انا وساره وان شاء الله ما غاديش نحلوها حتى نحلوها مع بعضياتنا كاملين في فيديو خاص انا وساره. وانتم طبعا ندوز دابا الجلال بالبنات. هاد الجلال بهادو كنت انا اللي نبتهم ولصقت لهم هاد الاستراس هذا كيكون داك البي ديال فيه دوك البيلات وكتبقى تلصقيهم هكا بالبرا والخيط. وهذه حتى هي مهمه البنات اللي بغي نقول لكم انا صراحه ما كنتش عواله نهضر على هذا الموضوع ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم صراحه كنت عواله نفاجئكم. المهم انا كنوجد واحد جلي البات هكا شي حاجه اللي زوينه ان شاء الله الرحمن الرحيم دعيو معايا بالتيسير لرمضان ان شاء الله. الا بغيتوا تاخذوا هكا جلي البات عندكم افكار واش كتبغوا نتوما. صراحه جلال راه ماشي جبليين ولكن انا من عشاق جلابه جبليه او لا مخزنيه او دوك اللي مايل الكتيفات هكا طايحين وكتجي جلي ليبه واسعه وهذا غادي نبقى غادي ان شاء الله غير يوجدوا غادي نبارطاجيهم معكم في القناه. واللي بغات شي جليبه مرحبا على راسي وعينيا كما قلت لكم غادي تواصلوا معايا. اللي بغات بالنسبه للبنات اللي ما كاينينش هنا في خنيفره وبغاو نصيفط لهم غادي نصيفط لكم. هذه هي الفرصه باش انني نصيفط لكم مسك الطهره اللي ديما كتطلبوه مني لي زاكسسوار اي حاجه خصاتكم من خنيفره ان شاء الله غادي نبقى نصيفطها لكم. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واللي نزيد ناكد عليه دخلوا معايا الاوريفلام مرحبا بكم غتلقاوني موجوده حاضره ناضره نشرح لكم اي حاجه بغيتوها. الا ما عرفتش انا كاينه السيده اللي تشرح لكم خدموا على راسكم عاونوا راسكم عاونوا زمانكم عاونوا رجالاتكم عاونوا الوقت ولكن ما تنسايش تهلاي في راسك ماشي كلشي خبعيه نص خبعيه ونص تفركسي ليا مع راسك وتهلاي في راسك تهلاو في راسكم. ما تنساوش لي لايك والبارطاج ولي كومونتير ديالكم وضروري تخليوا لي الاراء ديالكم بخصوص جلال اللوينات اللي كيعجبكم واش غتشريو من عندي ولا ما غتشريوش من عندي. المهم يلا تهلاو في راسكم باي باي.